السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مرة رابعة في المحاضرة الرابعة اللي حنتكلم فيها اليوم ضمن مشوارنا في مقدمة الهندسة الطبية مع رواق. حنتكلم في المحاضرة الرابعة على الإشارات الكهربائية وحتى الميكانيكية اللي موجودة في جسم الإنسان، واللي يستطيع الأطباء من خلال التقاط هذه الإشارات من خارج جسم الإنسان تشخيص بعض الأمراض وبعض المشاكل اللي قد تواجه عمل هذه الأعضاء اللي تنتج هذه الإشارات. طبعا قلنا الدماغ يتحكم في جسم الإنسان من خلال إشارات كهربائية، وكل العضلات في جسم الإنسان عندما تنقبض فهي تنقبض بسبب وصول كهرباء إليها من الدماغ. فالأطباء إيش عملوا؟ استطاع الأطباء إنهم يركزوا على بعض الإشارات الكهربائية في أجزاء مهمة في جسم الإنسان. مثلا في القلب دوما بنشوف هذاك في غرف الطوارئ، بنشوف الشخص وبنشوف هذيك الإشارة اللي بتطلع بأسلوب معين، ولما تصير خط مستقيم يقولوا هذا الشخص توفى أو مات. هذه إشارة كهربائية تخرج من القلب. القلب له أسلوب معين في العمل، حنتطرق إليه ونتكلم إليه، بس له أسلوب معين للعمل وطريقة معينة في العمل ينتج عنها شكل معين من الإشارات الكهربائية. فالقلب الطبيعي شكل الإشارة سيكون بشيء محدد وواضح مشترك بين كل الناس. فأنا لما ألتقط الإشارة الكهربائية للقلب وألاقيها زي ما هي طبيعية، زي ما هي مفروض تكون عليه عند كل الناس، أطمن أن القلب سليم. لكن في حال وجود خلل في تلك الإشارة أو وجود مشكلة في تلك الإشارة، أقدر أستوعب أن القلب فيه خلل وقد يتعرض هذا الشخص إلى نوبة قلبية. فالقلب يعني مدام عضلة بتنقبض وبتنكمش وبتنقبض وبتنكمش، وفي أربع حجرات زي ما درسته في الدورة الدموية، فكل حجرة منها تنقبض بتسلسل معين وتنبسط بتسلسل معين، فهذا كله يتم عن طريق إشارات كهربائية. فنستطيع من خلال قراءة الإشارات الكهربائية دي فهم الخلل إن كان موجودا في القلب. نفس الشيء موجود في العين، ممكن من خلال وضع أنتنز. طبعا القلب كيف يلتقطوا الإشارات؟ بنحطوا أنتنة، أو اللي نسميها خلينا نسميها الاسم العلمي اللي هو إلكترودز، اللي هي مشابهة في عملها للأنتنز. هي إلكترود تلتقط المجال الكهرومغناطيسي وتحوله إلى تيار كهربائي يدخل في الريسيفر تبع أشعة جهاز القلب، اللي هو الريسيفر اللي يلتقط الإشارة دي ويكبرها وضخمها ويعرضها في الشاشة ليشاهدها الطبيب. نفس الشيء بيحطوا إلكترودز على أطراف العين، يحطوا إلكترودز على أطراف العين ويطلبوا من العين أنها تتحرك بطريقة معينة، ويطلبوا من الشخص أنه يتحرك بطريقة معينة، فيتم التقاط إشارات كهربائية من طرف العين يمكن من خلالها تشخيص إذا كانت حركة العين سليمة أو غير سليمة، أو مضبوطة أو غير مضبوطة. وممكن في نفس الوقت يعرضوا العين لبعض الاختبارات، مثلا يحطوا لون أحمر أو أخضر أو أصفر ويشوفوا إيش الإشارة الكهربائية اللي بتخرج من العين وبتروح للدماغ عشان الدماغ يحاول يستوعب الألوان. ففي إشارة تخطيط العين. العضلات طبعا قلنا العضلات عشان تتحرك وتنقبض في إشارة كهربائية بتدخلها، إشارة كهربائية 80 ملي فولت. إشارة كهربائية تكون صفر فجأة تطلع ل 80 ملي فولت وتنزل وترجع للصفر. فهذه الإشارة الكهربائية تستطيع من خلالها أن تفهم إنه هذه العضلة ماشية كويس ولا مش ماشية كويس. في إشارات أخرى ليست كهربائية زي إشارة صوت القلب، ممكن الطبيب يحط سماعة يفهم من صوت القلب إيش اللي حاصل. طبعا القلب فيه أربع صمامات، فالصوت اللي بيسمعها الأصوات اللي بيسمعها هي أصوات غلق وفتح الصمامات بتسلسل معين، الهارت فالفز هذه في تسلسل معين لهذه الأصوات، بعضها يكون صوتها عالي بعضها صوتها منخفض. فمن خلال سماع صوت القلب يستطيع الطبيب أن يفهم أن الصمامات شغالة بشكل جيد ولا غير جيد. طبعا الآن السماعات أصبحت إلكترونية، ممكن أن أحط بدل ما أحط سماعة الطبيب أحط ميكروفون يستقبل إشارة القلب ويضعها على سماعة على أساس يشوفها. في إشارات أخرى طبعا ضغط الدم، يتم التقاط ضغط الدم من خلال الشريط اللي يربطوه على الطرف ويفهموا ضغط الدم، يستوعبوا من خلاله كم هو ضغط الدم. طبعا ليش ضغط الدم نحتاجه؟ أنت يعني ضغط الدم له قيمة عليا وقيمة سفلى.
نحن نعرف عشان السائل ينتقل من مكان لآخر أو الهواء ينتقل من مكان لآخر لابد يكون في فرق في الضغط. لو ما في فرق في الضغط ما في سوائل تمشي. فمن الضروري جدا أن يكون في فرق ضغط في جسد الدم في من مكان استلام الدم إلى مكان ضخ الدم. لابد يكون في فرق في الضغط على أساس الدم يمشي يخرج من القلب ويروح في جسم الإنسان ويمشي في الأوعية الدموية ويصل للخلايا الصغيرة ويرجع مرة ثانية إلى القلب. لو فرق الضغط الدم هذا قليل يمكن الدم ما يوصل للأطراف البعيدة وحيكون فيها مشكلة. لو ضغط الدم مرتفع جدا ممكن العروق الصغيرة خاصة في الدماغ تنفجر. ولو ضغط الدم قليل جدا ممكن العروق الصغيرة ما توصلها الدم ما يكون قادر على أن الدم يصل إلى أماكن أخرى. هذه إشارات توجد حساسات تلتقطها بحيث أنها تتحول إلى إشارات كهربائية ممكن الطبيب يستخدمها لتشخيص حالة جسم الإنسان. في إشارات أخرى ممكن أجهزة المختبرات اللي موجودة تحول تركيز المواد الكيميائية تركيز الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم الأحماض الأمينية. التحليل اللي يصير في المختبرات يأخذوا عينة من الدم وفي مواد كيميائية تحول مقدار الكالسيوم اللي موجود في الدم إلى إشارة كهربائية. كل ما الكالسيوم كان زيادة كانت قيمة الإشارة الكهربائية عالية. فأنا أقيس الإشارة الكهربائية أفهم كم تركيز المادة المعينة اللي نحتاج نتواصل معها. حنشوف إذا في وقت نتكلم على أجهزة المختبرات والتحاليل الكيميائية لكن نحن حنركز بشكل أكبر على تخطيط القلب في المحاضرة هذه والمحاضرة التي تليها. حنتكلم على القلب وتخطيط القلب وكيف نستطيع أن نعالج هذا القلب وكيف نستطيع من خلال فهمنا أنه القلب عبارة عن إشارة كهربائية تخرج في جسم الإنسان وكيف نستطيع أنه نستفيد من هذا الفهم أنه نعالج مشاكل القلب. طبعا القلب عضلة تتوسط الصدر وتقع إلى اليسار قليلا ويمكن النظر للقلب على أنه مضخة مطور سوائل زي اللي موجود في البيوت اللي تضخ الموية في للأعلى. طبعا يضخ القلب 5 لترات من الدم في كل دقيقة وممكن يعني لما الشخص بيجري أو بيعمل مجهود ممكن الخمسة دي تطلع إلى 35 لتر في الدقيقة. القلب كعضلة تمام كل عضلة تحتاج إلى غذاء. فتوجد داخل القلب دورة دموية خاصة اللي هي عبارة عن دم يغذي عضلات القلب. هذه الأوعية الدموية تسمى الكورونري آرتريز أو عضلات الأوعية الدموية الخاصة بجدار القلب وهي اللي تسموها الشرايين التاجية. فهذه الشرايين تغذي عضلة القلب عشان تستطيع أنها تمشي تقوم بهذا المجهود يعني مجهود ضخم جدا أنه العضلة تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط من حوالي 80 إلى 120 مرة في الدقيقة. فهذا عمل جبار يصعب ترى أنك تلاقي موتور حقيقي قادر على القيام بهذه العملية بدي الكفاءة وبدي السرعة بدون ما يعطب بشكل متواصل. فعضلة القلب تحتاج إلى أكسجين. الأكسجين هذا يتوفر في الشرايين التاجية النحيفة تكون حوالي 2 ملي 3 ملي سمكها وتغذي عضلات القلب بالأكسجين من خلال الدم. سبحان الله طبعا أنت الآن لو تيجي تفكر أنا أستطيع أتحكم في يدي لو أبغى أحرك يدي إلى اليمين أو إلى اليسار أنا أستطيع أنه أمرها أن أتحرك زي ما أشاء. لكن لو حاولت أفكر أني أوقف قلبي قد ما أفكر قد ما أحاول أأمر القلب أنه يتوقف لا أستطيع. فالقلب فالدماغ غير قادر على التحكم في ضربات القلب. ليش؟ لأن القلب له دماغه الخاص فيه له الخلايا العصبية الخاصة فيها المستقلة تماما عن دماغ الإنسان. فهو عضلة لا إرادية تتحرك بنفسها وتنقبض وتنبسط بنفسها بموجب النظام العصبي الكهربائي الموجود جوتها. يعني القلب باختصار عشان نسهل العملية للمهندسين لغير الأطباء إنه يفهموها. فالقلب هو عبارة جوته يوجد دماغ خاص فيه وجهاز عصبي خاص فيه يتحكم في تسلسل عمليات ضربات القلب وكيف يعني أنه القلب يستمر.
لكن أسلوب العمل هو واحد، الدماغ يرسل إشارات كهربائية للعضلات وهذه العضلات تنقبض وتنبسط بموجب تسلسل معين حنتكلم فيه، وتتم عملية ضخ واستقبال الدم في جسم الإنسان. طبعا القلب يعني تشير الإحصائيات أن القلب يضرب حوالي 35 مليون مرة في السنة، 35 مليون مرة في السنة. فخلونا إن شاء الله يعني نحاول نحافظ على قلوبنا سواء صحيا أو روحانيا من خلال يعني الدعاء والمثابرة على العمل الصالح. حنشوف فيلم يشرح لنا الدورة الدموية في جسم الإنسان وكيف يعمل القلب وإيش الحجرات الأربع اللي موجودة في القلب وإيش الصمامات اللي موجودة في القلب، ونرجع لكم في الجزء الثاني من المحاضرة. The heart is a pump which must circulate blood through two different but interconnected vascular systems. The smaller of these systems is the pulmonary system. Blood returning from the upper part of the body is delivered to the right atrium of the heart by the superior vena cava, one of the body's two largest veins, while blood returning from the lower part of the body is delivered to the right atrium by the other major vein, the inferior vena cava. Contraction of the right atrium in each cardiac cycle forces blood into the right ventricle. This is followed by contraction of the right ventricle, which pumps blood into the pulmonary artery, sending it on through the blood vessels of the lungs. As the right ventricle contracts and pressure within the right ventricle rises, the tricuspid valve situated at the opening between the right atrium and right ventricle shuts, preventing any backflow. The pressure generated by contraction of the right ventricle soon opens the pulmonary valve and blood enters the circulation of the lungs. After passing through the circulation of the lungs, the blood, having been recharged with oxygen and having rid itself of carbon dioxide, is returned through the pulmonary veins to the left atrium. The left atrium, too, contracts, forwarding blood into the left ventricle in order to fill it before it contracts. As the powerful left ventricle contracts, the mitral valve shuts, preventing backflow into the left atrium. The aortic valve opens, and blood is forced into the aorta, which distributes it to the rest of the body apart from the lungs. As the contraction comes to an end and pressure in the aorta falls, the aortic valve snaps shut to prevent backflow into the left ventricle.